لو الحكاية فيها إن فيتو المواد العلمية كلها كيمياء وفيزياء وأحلاق جايب المواد الدرجات النهائية، العربي اللي ناقص فيه، يوم العربي يحرمه من يدخل طب أو طب أسنان أو صيدلة اللي هو عايزه، لأنه المواد النهائية كيمياء وفيزياء وأحياء المواد النهائية فيها. طب يبقى يبصوا بقى التعليم، يبصوا للعربي شوية، يبصوا للعربي.